أنا شفت اللي حصل مع الشاب اللي جوه، شفت اللي حصل، دخلوه بالعافية جوه الأوضة، والدكتور كان ماسك في إيده حاجة زي الهيدفون مليانة سلوك متوصلة بآلة أو مولد كهرباء، راح نايمينه على السرير، وراح الدكتور راح حط عليه الكماش وقعد يضغط وهو يزعق وهو يضغط لحد ما بطلع غوي وبو. انا مش عارف انا شفت كده ازاي، انا ما اعرفش ازاي انا شفت كده، بس جه عليا الدور والدكتور كان مستنيني، وانا دخلت الاوضه وفضلت واقف. كانوا عايزين ينيموني على السرير، بس انا عارف ان هو مستحيل يحط الكمش عليا، وانا واقف هيكسر لي العمود الفقري بتاعي. راح فضلت قالوا لي نام، بس انا رفضت. راح مدخلني 2 تمرجية، كل واحد فيهم زي باب، بس انا كنت زي الدور، وخدت واحد كده وفضلت اضرب فيه، والتاني زقته بايدي، راح الدكتور حتى انا واقف ابن الكلب. خدوني على المستشفى، بس انا ظهري ما حصلوش اي حاجة، بس انا دلوقتي بسرح، ما بعرفش أفكر، كلام بيطول مني، بس أنا كويس، بصي بصلح الفيشة، بس أنا كويس، بصلح الفيشة دي.